السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سولا قناة اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد ومميز جدا، شاليه مرتفع عن الأرض 4 درجات مدخل خاص بيه. دي واجهة الشاليه متقفلة عندي هنا ببرج الخشب. عندي هنا التراك الكامل بطول الشاليه، وعلى شمالنا هنا موجودة عندي الفرندة، الشبابيك كلها عليها حديد، والباب كمان هنا عندي باب الشاليه عليها حديد، وعندي هنا درجة كمان مرتفعة عن الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض العرض. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. أول حاجة بتقابلني هنا عند ريسبشن كبير ما شاء الله، متقسم عندي تقسيم قطعتين ومتشطب كويس جدا جدا، تشطيب جبسون بورد ألوان هادية وديكورات سي إن سي. على يمين هنا خلفية ممتازة جدا من الثري دي، ديكورات ما شاء الله عندي فول ممتازة. وقصادنا هنا على طول موجود عندي مطبخ أمريكاني، على يمين هنا موجود عندي المطبخ من الداخل، بعد منه مباشرة موجود عندنا هنا الحمام، وبعد منه موجود عندي أول غرفة نوم. ممتاز ومتشطب كويس جدا، والشباك بتاعه على حديد. بتقابلني هنا طرق التوزيع بتدخلني على باقي غرف النوم. على يمين هنا موجود عندي الغرفة التانية، وبعد منه مباشرة موجود عندنا هنا الغرفة التالتة، تالت غرفة نوم، شبابيك كلها عليها حديد زيادة أمان، والتشطيب عندي ما شاء الله أكتر من رائع. روت ريسبشن عندنا هنا من زاوية تانية، وبكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل. ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، عرضنا النهاردة من قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شاليه مميز جدا جدا على بعد خطوات من البحر ونادي دانات بلازا وحماية السباحة، موقع متميز ومسجل في جمعية 6 أكتوبر للقوات المسلحة، وكامل الإعدادات كهرباء وزحنا في بنستلم آخر فواتير بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشاليه 120 متر، السعر بالتقسيط المريح 450,000 جنيه، بندفع مقدم النص، تعاقد واستلام فوري، والباب يكون على سنتين 24 شهر، والدفع عندنا 4 سنوات كل 3 شهور. السعر بالدولار 14,000 دولار. ما شاء الله عرضنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم ان شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات اسكندرية شاطئ النخيل.